أنه ثبت عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، لما قيل له: إن أبا سفيان في غزوة أحد قد رجع إليك. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري: حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما قيل: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل.